مرحبا بكم يا أصدقاء. تعتبر القارة الأمريكية وخاصة أمريكا الجنوبية من أكثر الأماكن تنوعا في عالمنا هذا، فهي تحتوي على أصناف كثيرة من الحيوانات النادرة وغابات شاسعة تحتوي على نباتات فريدة من نوعها. ففي غابة الأمازون يمكنك العثور على العديد من الحيوانات التي لم يسبق لك وأن رأيتها من قبل. فعلى سبيل المثال، يوجد أزيد من 250 نوع من الأفاعي، منها سامة وغير سامة، ويختلف شكلها وحجمها ودرجة سميتها. ومن بين الحيوانات النادرة التي تعرف بها غابة الأمازون حيوان الأرماديلو، أو كما يعرف بالمدرع. فهذا الحيوان الثدي الصغير يعتبر من أغرب الكائنات على كوكب الأرض، فمجرد النظر إلى هذا الكائن يجعلك مندهشا من شكله الخارجي. وعلى الرغم من أن الأفاعي وحيوان المدرع نادرا ما يلتقيان، لأن كل واحد منهما لديه نمط حياة خاصة به، إلا أنه تم رصدهما في هذا الفيديو وهما يواجهان بعضهما في معركة مثيرة. الأفعى المجلجلة التي تعتبر من أكثر الأفاعي سمية في العالم هي التي بادرت بالهجوم على الأرماديلو ظنا منها أنه فريسة في المتناول، لكن بمجرد أن احتكت به اكتشفت أن المهمة غير سهلة بالمرة. فهذا الحيوان لديه أدرع صلبة للغاية تغطي جسمه جيدا، ما يجعل اختراقها غير ممكنة من طرف عدوه مهما كانت قوته. عندما فتحت الأفعى فمها وشنت هجوما خاطفا على المدرع، اصطدمت بقوقعته الصلبة وتراجعت إلى الخلف، لأنها على الأرجح تألمت في تلك الأثناء. لم تستسلم الأفعى وواصلت ملاحقة الحيوان الصغير الذي بدا هادئا وواثقا من نفسه. لحقت الأفعى بالمدرع وحاولت مرة أخرى عضه، لكن هذا لم يجدي نفعه لأنه كان محصنا جيدا. في الحقيقة هذا الحيوان الصلب لديه القوة لمهاجمة الأفعى وأكلها، وهو يتغذى أحيانا على الأفاعي، لكنه لا يفعل هذا إلا إذا كان جائعا. ويبدو أنه يوم سعد الأفعى المجلجلة، لأنه هذه المرة على الأرجح كان شبعان، لهذا اكتفى بالدفاع عن نفسه فقط. عندما فقدت الأفعى المجلجلة الأمل في التغلب على المدرع استسلمت وغادرت على الفور. من المثير مشاهدة هذين الحيوانين في ساحة المعركة لأن كلاهما مميز، فأحدهما يعتبر الأكثر سمية على وجه الأرض، والآخر لديه حصنا منيعا يختبئ فيه ويشن هجماته المعاكسة في الوقت المناسب.